عارف مش الشهر اللي فات كله فين كله فين مستحمله الكلام هو بص مستحمل يعني ايه مستحمله كنت احكي لي حضرتك ايه رايك في اللي بيحصل ايه رايك انا معترض على ثلاث حاجات معترض على الزمان ده مش وقته ابدا البلد بتتعافى ندي فرصه البلد تتعافى دي المظاهره اللي عاملينها النساء النهارده ما هي الا كاي مظاهره من الجماعات الفئويه فده خطأ كبير جدا ده بيضيع حبه الثوره يعني اخروها فواحده فيهم بتقول لي ده النهارده اليوم العالمي للمرأة قلت ممكن يبقى يوم عيد الام العالمي بس اليوم ده ابويا مات احتفل ازاي فلذلك لازم هم يعني احنا قلت لهم انتوا بتقلدوا العالم بتقلدوا الناس ولا واقفين بحقوق قالوا بحقوق خلاص احنا ايه لا نقلد العالم الامر الثاني المكان مكان التحرير النهارده ما ينفعش ابدا تحصل فيه مظاهرات النهارده التحرير احنا عاوزينه يبقى هادي بصوره طيبه تدي الحكومه فرصه لانه اي قلق فيه بيمنع الاجنبي يخش بيمنع ضبط الشرطه ينزل الامر الثالث طبعا انا في الامرين دول طلبتهم قلت لهم المفروض تعملوا ندوه في قاعه كبيره ونسمعكم بتقولوا ايه هنا مش عارفينكم بتقولوا ايه اساسا الامر الثالث المطالب طبعا بيطالبوا بحاجتين يعني اللي هم الاثنين اوعر من بعض موضوع رئاسه الجمهوريه ربنا خلق المراه ما ادهاش مش عندها القدره تدير دوله واحده بتقول انا عندي استعداد قلت لها طب ايه برنامجك عشان اروح انتخبك قولي لها تعملي ايه لو حصلت حرب اديرها ازاي فلذلك ربنا مد المراه طاقه ما ينفعش احطها انا في وش الحرب وامشي بتقولي واخش الجيش قلت لها يعني تخش الجيش تقف في الجبل عندك استعداد تمسكي خدمه على حدود ليبيا حاليا تقف ازاي فلذلك لازم المراه تعرف قدرها هي يعني ربنا مديلها مكان معين مش ظلم ليها تكريم ليها انا لما احترم امراه اقعد مراتي ولو في مشكله انا اللي اتصدى لها بنفسي ومراتي مكرمه يبقى انا اهنتها ولا اجيبها اقول لها روح انت تصدي للواد البطيء اللي يهجم على البيت وانا نايم ولا اجيبها معايا تقف قلت لها دخلنا حرب انا ان قتلت مش مشكله ان اسرت انا راجل انما انت ان اسرت في ايد الاعداء ايه اللي هيحصل فلذلك لازم المرأة تعرف ده مطلب طبعا المفروض يتلغي مطلب تاني المساواة في القوانين الميراثية الأحوال الشخصية الأحوال الشخصية متاخدة من الشريعة الإسلامية وهي قمة العدل ده أنا أعرف ناس مفكرين أوروبيين أسلموا دخلوا الإسلام من أجل قانون الأحوال الشخصية تونس سوت المرأة بالرجل فإيه اللي حصل كل واحد يتحايل على القانون ويبيع الملك بتاعه لابنه عشان بنته ما تاخدش حاجه خالص لما احنا بالمراه البنت بتاخد نص اخوها وفي ناس بتتحايل على القانون ومش راضيه وندي البنت رضوا فبالنا لو احنا قلنا للشعب لا ده هي تاخد قد الراجل قد اخوه يعني البنت تقسم نصين طبعا الكلام ده يا اخوانا ما ينفعش الاسلام عطى المراه حقوقها فما ينفعش ايه المزايده عليها ده اللي عرفت اقوله لكم انا الشيخ محمد ابراهيم امام مسجد الحاج عبد العال طه زهاج يا ثاني معلش نعم محمد ابراهيم